خلينا ناخد تفاصيل اكتر من وزير قطاع الاعمال هشام توفيق. سياده الوزير صباح الخير على حضرتك. اهلا، صباح النور يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك سياده الوزير. يعني اجتماع الامس فيما يتعلق باستراتيجيه جديده او صناعه جديده وهي السيارات الكهربائيه وتوطين هذه الصناعه في مصر بالتعاون مع كبرى الشركات العالميه. عايزين نعرف تفاصيل من حضرتك اكتر عن هذه الصناعه ودخولها مصر. احنا بقالنا بالظبط سنه بندرس في وزارة قطاع الأعمال العام وفي الإنتاج الحربي. نعم. وزارة الإنتاج الحربي بندرس الموضوع. احنا يمكن سبقنا شوية، في سبتمبر رحنا زرنا تاني أكبر شركة حكومية في الصين، شركة دونفانج، وهم قلنا بوفد كبير في نوفمبر، وابتدت الدراسات. للأسف جت كورونا وعطلتنا شوية، إنما بنستكملها. وقعنا مذكرة تفاهم في يونيو على أساس إحياء مصنع النصر للسيارات اللي هو الخاص بإنتاج السيارات الركوب، والحمد لله وقعنا المذكرة، وعلى آخر سبتمبر بإذن الله تنتهي الدراسات التفصيلية والاتفاقيات مع شركة دونفانج لإنتاج 25,000 عربية في السنة. ممكن زيادتها إلى 50,000 في حالة زيادة الطلب، يعني ده رقم مش قليل أبدا، حتى ال 25,000، لأن أكبر شركة بتنتج في مصر بتنتج 18,000. وإحياء لهذا، يعني ده إحنا بنتكلم على شركة كبرى من شركات السيارات التابعة للقطاع العام. كلنا بنعتز بالعلامة النصر، وكلنا ركبنا العربيات دي، وهي للأسف توقفت في 2009. قعدنا يعني رجوعها من التصفية، وبإذن الله تتخصص في إنتاج شركة النصر، يعني تتخصص في الإنتاج الكهرباء، لأن دي ده المستقبل بالنسبه للسيارات. طبعا ده خبر جيد وبكل تاكيد مفرح. طب سياده الوزير، خليني اسال حضرتك على الخطه القادمه، واحنا شفنا توجيهات من سياده الرئيس لتطوير شركات قطاع الاعمال ومنها ايضا العامله في قطاع الغزل والنسيج على وجه التحديد. تسمحي لي بس اكمل في السيارات الكهرباء. اتفضل سياده الوزير. احنا يعني بقالنا حوالي 4 شهور مع مجلس الوزراء بندرس، ومع دولة الرئيس بندرس المحفزات المطلوبة للصناعة، لأنه الصناعة الجديدة بتتطلب في أي دولة اتعملت فيها في العالم من أمريكا لحد الصين بتتطلب بعض المحفزات والإجراءات، يعني محفزات نقدية بالإضافة إلى إجراءات لتسهيل عملية الشحن. الشحن حاجة مهمة جدا، وجود محطات عامة للشحن بالإضافة للمحطات اللي هي بتبقى في المنازل وفي أماكن العمل الخاصة. أماكن الشحن العامة مهمة جدا، فبالتنسيق مع معالي وزير الكهرباء، بالتنسيق مع معالي وزير التنمية المحلية، يعني في خطة بالتنسيق مع جمعية سائقي التاكسي، يعني احنا بنتكلم مع كافة الجهات علشان الإجراءات دي يتم اعتمادها وبإذن الله. طب الشحن زي ما حضرتك ذكرت سيادة الوزير، يعني الناس بتسأل هذه السيارات هل يعني هتكون زي مثلا زي الجولف كار مثلا في السرعة أو لا 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 لا، احنا بنتكلم على عربيات بجد. يعني أنا جبت عربية من الأسبوع اللي فات، المدى بتاعها في السير 487 كيلو من الشحنة للشحنة، بنتكلم على سرعة قصوى 180 كيلو، بنتكلم على تسارع من 0 ل 100 في 7 ثواني. واحنا بنتكلم على عربيه اللي هننتجها في مصر باذن الله، بنلاقي عربيه يعني تستحمل الاداء التجاري، يعني كتاكسي او كاوبر. بنتكلم على عربيه الضمان البطاريه بتاعتها بتبقى اكتر من 6 سنوات، لا عربيه تستحمل، وعربيه يعني احنا بنتكلم على بديل للسياره او سياره طبعاً موازيه لنفس السرعه والامكانيات. نفس السرعه والامكانيات، وطبعا توفير هائل في المصاريف الشهريه. احنا بنتكلم على بتوفري في ال 10,000 كيلو سير بتوفري فيهم تقريبا 8,000 جنيه ما بين وقود، فرق الوقود من الكهرباء بالاضافه الى الصيانه. ان العربيه ما فيهاش سياره، ما فيهاش فلاتر، ما فيهاش بوجيهات، ما فيهاش زيت، ففي توفير هائل في المصاريف. يعني ده خبر جيد.
فيما يتعلق بقى يا فندم بالقطن المصري وشركات الغزل والنسيج. عظيم. بالنسبه للاول بس اقول بالنسبه للكهرباء، كان اجتماع امس كان عشان الحصول على مباركه الرئيس للتحديثات دي، بحيث ان احنا يعني المجلس باذن الله نقدر ناخد اجراء يعني قريب جدا ان شاء الله. بالنسبه للقطن هو متابعه دوريه مع فخامه الرئيس، هو يعني بيشرف بنفسه على متابعه الموضوع ده من اول الزراعه، واحنا مع وزاره الزراعه بنزرع على سبيل التجربه اقطار قصير ثقيله في شرق العوينات على 250 فدان باذن الله اخر سبتمبر يبتدي الجني. ده على سبيل التجربه لان احتياجات مصر من الاقطار القصيره الثقيله بتتعدى ال 2.2 مليون امتار في السنه بنستوردهم من بره، يعني اكثر من الـ الانتاج اللي بنعمله هنا من طويل التيل. فعلى نفس الوقت اللي احنا بنحسن فيه القطن طويل التيل وبنعمل محالك جديدة علشان المنتج بتاعنا يطلع بأحسن صورة، يبقى قابل يا إما للبيع في الخارج يا إما إن إحنا نطلع منه الغزل والنسيج يعني والأقمشة، ففي نفس الوقت بنطور وبنجرب الأقطان قصيرة التيلة اللي هي الصناعة قايمة عليها في مصر. كمان ناقشنا امبارح تسهيل او تخفيض تكلفه القطن المستورد اللي بيجي من بره قصير التيله لصالح الصناعه عشان نبقى منافسين. اتكلمنا على تطور خطه الغزل والنسيج، ودي المصانع احنا بنتكلم على خطه ب 21 مليار جنيه، فبيتابع فخامه الرئيس تطور الخطه ماشيين زي ما احنا ولا لا. ثم اخيرا التمويل، في يعني شويه عثرات في التمويل، فكان بيتابع فخامته الموضوع ووجه فعلا بتسهيل التمويل علشان استكمال الخطه في مواعيده. تمام سياده الوزير، احنا هنا بنتكلم حقيقي على تحول كبير جدا في الصناعات الوطنيه واستراتيجيه الدوله في تطوير شركات قطاع الاعمال. احنا شفنا مشروعات كبرى بتتحدث عن اكبر مشروع، يعني اكبر مصنع للغزل والنسيج، ايضا تطوير في امكانيات المعدات الموجوده وتطوير ايضا في المهارات البشريه او في العاملين في هذا القطاع. ده حقيقي، واحنا الدوله لا تدخر جهدا في التطوير اي صناعه او اي شركه قابله للتطوير. يعني لا ندخر وسعا في كل الاجراءات على النواحي التشريعيه، غيرنا قانون 203 اللي بيمكن ادارات الشركات دي وبيضع عليها عبء كبير في اداره الشركات بصوره يعني اكثر حوكمه. في نفس الوقت احنا غيرنا كثير جدا من ادارات الشركات دي اللي شايفين ان هو ما يصلحش للمرحله القادمه، بنشكره وبنستبدله بحد يعني في معايير طبعا. دلوقتي للاختيار، معايير الاختيار بيقوم بيها مكاتب استشاريه متخصصه، يعني مش احنا اللي بنغير، لا احنا بنعمل مسابقه وبيتم الانتقاء من ناس متخصصه في المجال ده، بنحدد بالظبط الواجبات الوظيفيه وبننقيه على الاساس ده. فباذن الله خلال الست شهور الجايه تشهدي برضو في الكثير جدا من الصناعات تغير في الادارات التنفيذيه وفي مجالس الاداره. عملنا حاجه برضو مهمه في تعديلات قانون 203 ان احنا حطينا 2 مسؤولين عن مجلس الاداره بدل واحد، عملنا رئيس مجلس اداره غير تنفيذي مهمته متابعه اداء المجلس والاداره التنفيذيه، وعضو منتدب ده اللي هو المدير اليومي اللي هو بيتابع الخطه، ده برضه لمزيد من الحوكمه. فيعني مجموعه اجراءات مش بس فلوس بتتحط في مكان، لا احنا بنتكلم على اجراءات لنتاكد من نجاح الشركات دي واستمرار واستدامه نجاحها باذن الله في المستقبل. ان شاء الله باذن الله. انا بشكر حضرتك جدا سياده الوزير، اخبار كلها الحقيقه مفرحه جدا، وان شاء الله باذن الله تعود على مصر وعلى المصريين وعلى الاقتصاد المصري بالخير يا رب. كل الشكر لسيد وزير قطاع الاعمال هشام توفيق، شكرا مره اخرى سياده الوزير. احنا بنتكلم بجد يا جماعه على تغيير، بنتكلم على تغيير في سياسات التمويل، بنتكلم على تغيير وتطوير في الصناعات، وبنتكلم ايضا على تغيير وتطوير في السياسات الاداريه. ان شاء الله باذن الله طبعا
فكره او ان احنا نشوف اسم مصنع النصر للسيارات بيعود مره اخرى في الصداره بهذا العدد او هذا التطوير او النوع ده حتى من صناعه السيارات الكهربائيه، ده اكيد خبر مفرح بالنسبه لنا كلنا كمصريين، لان احنا عندنا ذكريات طويله مع هذا الاسم على وجه التحديد.